السلام عليكم. اليوم رانا في الولايه تاع معسكر، وبالضبط في بلديه المحمديه، وروح نشوف حي جديد، يعني تقريب يعني حجم كبير نتاع مدينه جديده ببلديه المحمديه. وهنا نشوف يعني فوق سفح تاع الهضبه هذه، نشوف البدايه نتاع هذا الحي الجديد اللي راه قيد التكوين في بلدية المحمدية، إذن بولاية معسكر. نزيد نقترب أكثر فأكثر. ودائما وأبدا عندنا المشكل نتاع هذه المواقع اللي تعتبر بعيدة، رغم انه بلديه المحمديه ماهيش كبيره كثير، يعني حتى ولو هي بلديه تعتبر حجم لا باس به، كان بالامكان الاحياء هذه تكون ملتصقه مع الحي مع المدينه تاع المحمديه. لكن للاسف دائما فيه يعني المسؤولين ياخذوا قرارات بفتح مواقع جديده للسكنة الجديدة، ورغم أنه عندما تفتح مواقع جديدة سوف يعني تطرح المشكل نتاع الماء والكهرباء وجلب الطريق وجلب المدرسة وجلب المستوصف وجلب كل المقومات نتاع الحياة الكريمة للمواطن. تصعب في هكذا حالات، خاصة من هذا الحي الجديد يعتبر في منطقة مرتفعة يطرح مشاكل كثيرة، وهذه كل هذه المشاكل سوف تضيف في التكلفة نتاع الإنجاز نتاع هذه المشاريع، وكذلك وهذا هو الأهم سوف تصعب من وتزيد من معاناة نتاع السكان في هذه المنطقة. تصوروا إنسان يسكن هنا وكان ما تكونش عنده سيارة ما يقدرش يتحرك، هذا أمر صعيب جدا، خاصة السكان الأولين اللي راح يشوف في الأحياء هذه ما يلقى والو، وهذا أمر لابد أن السلطات العليا في البلاد يفكروا في هذا المشكل نتاع فتح المواقع الجديدة في أماكن مبعثرة. هذا أمر غير لائق، خاصة يعني للآثار عليها على المعاناة تاع المواطنين. إذا هنا رانا وصلنا للحي هذا، نشوف أنه ضخم يعني بحجم مدينة صغيرة. إذن إن شاء الله المسؤولين يسمعوا النداء تاعي ويكفوا عن فتح مواقع جديدة لأحياء سكنية جديدة وتطوير الأحياء الموجودة حاليا والتنسيق تاعها، وخاصة عملية نتاع توصيل الأحياء فيما بينها. علاش التوصيل هو مهم؟ لأنه إذا كان فيه مدرسة في حي معين، إذا كانت فيه هذيك الحي متصل بأحياء أخرى، فالجميع يقدر يستفاد من هذيك المدرسة ولا أي مرفق أو مرفق صحي ولا. إذا مهم أن تكون المجتمعات السكنية متصلة فيما بينها وقريبة على بعضها، والكف عن فتح مواقع سكنية جديدة. وكذلك هذا الطريقة تاع التعمير فيه ضياع للمساحات الشاسعة من يعني العقار، فيه إهدار للمساحات العقارية والزراعية وما إلى ذلك، وتتطلب كذلك يعني إنجاز طرقات زايدة. إذن لابد من التفكير في هذا المشكل. نترككم تتابعون هذه الجولة في هذا الحي الجديد في بلدية المحمدية بولاية معسكر، والسلام عليكم.
كافي ستاربكس ستاربكس كوفي هاوليك ستاربكس كوفي يعني فيه مشاريع يعني بنايات ما شاء الله يعني شيء رهيب.